بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا اليوم اجتمعت لجنة الاختبار النهائي العملي في قسم الأداء القرآني، مرحلة ماجستير الأداء القرآني، وتم اختبار الأخت الفاضلة مروة محمد حنفي، وقررت اللجنة بالإجماع على منح الأخت الفاضلة مروة محمد حنفي درجة ماجستير الأداء القرآني بتقدير جيد جدا. إن شاء الله ربنا يكرمك يا رب دكتور، وشكرا لحضرتك وشكرا لمشايخنا الكرام، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة يا رب العالمين. آمين، مبارك إن شاء الله لك، أنت على ثغر في خدمة الدين وفي خدمة القرآن وفي خدمة الدعوة الإسلامية، ونتمنى ونرجو لك دائما الارتقاء، ونحن معك للمساعدة في أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتناصح إن شاء الله. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. مبارك للأخت مروة، وإن شاء الله تكون هذه الشهادة على طريق الإجازة الحقيقية التي هي في الحفظ والأداء كما تفضل الدكتور رحابي. ونحن هذه الشهادات لا تعلو على الإجازة، فالإجازة هي الأعلى لأنها تصلنا برسول الله سندا وإسنادا. ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولك التوفيق، ولا أزيد على ما تفضل فيه الدكتور رحابي، فهو كافي وشافي. الله يكرمك يا رب يا دكتور، وشكرا وجزاك الله كل خير، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يجعلنا وإياكم المحسنين، وأشكركم، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عدنان والدكتور علي على جهدهم ونصائحهم وتوصياتهم ومساعدتهم في الارتقاء بإخوانهم وأخواتهم في القرآن الكريم تلاوة وأداء وتدبرا وفهما إن شاء الله. شكرا أختي مروة، ومبارك لك مرة ثانية، جزاك الله خير يا رب دكتور. وأنا يعني حابة يعني والله يعني مش عايزة أقول أشكركم، لا أنا أقول يعني أدعي ربنا سبحانه وتعالى ليكم، يعني يا رب يبارك حضراتكم، يعني أنا يعني أقول أشكركم بالدعاء، يعني أقول ربنا يكرمكم ويبارك فيكم ويسر أموركم ويشرح صدوركم ويعينكم في على البر والتقوى، وأن ربنا سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة ويجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويتقبل أعمالكم ويسر أحوالكم ويصلح لكم ذريتكم يا رب العالمين. آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم مرة ثانية. قسم الأداء القرآني في الجامعة الأمريكية المفتوحة يبارك لأختنا الطالبة الأستاذة مروة محمد حنفي حصولها على درجة ماجستير الأداء القرآني بتقدير جيد جدا، ونتمنى لها التوفيق والنجاح والسداد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، مع ألف سلامة دكتور، شكرا جزيلا.